بكم في قناة يونيك تي في. القناة بتقدم كل ما هو فريد مختلف out of the box alternative برا الصندوق. والنهاردة فرصة فريدة تانية. كنت قدمت قبل كده فرصة لدراسة الأفلام التسجيلية, إخراج الأفلام التسجيلية, وهي منحة هسيب لينك ليها في الديسكريبشن بوكس لو كان حد لسه ما يعرفش عنها. ولكن الفرصة المرة دي هي ماجستير في دراسة التصوير السينمائي الخاص بالأفلام التسجيلية. وتفرد المنحة دي جاي من سببين في من وجهة نظري. السبب الأولاني هو أنها بتغطي كافة تكاليف الإقامة والمعيشة والسفر والتأمين الصحي وكافة شيء, وبيختاروا الناس من جميع دول العالم. يقدر أي حد يقدم, مش لازم يكون حاصل على بكالوريوس ليه علاقة بالسينما. الحاجة التانية اللي أنا شايفة أن هي متفردة فيها هي أنها بين ثلاث جامعات مختلفة في ثلاث دول مختلفة. هي هتكون بين أيرلندا والمجر وإستونيا. هسيب لينك في الديسكريبشن بوكس لتفاصيل المنحة دي لو حد عايز يقدم. التقديم مفتوح دلوقتي ومدة الماجستير سنتين. ولو حد عنده أي استفسار ياريت يبعت للمنحة نفسها, هم عندهم كونتاكت, يعني هتلاقوا في اللينك اللي أنا هسيبه كونتاكت إذا حابين تستفسروا أو حاجة. ولكن محدش يسألني أنا لأن أنا ما عنديش, أنا مش مسؤولة على الإطلاق عن المنحة. لو الفيديو ده مفيد ياريت تعملوا thumb up في اليوتيوب وسبسكرايب في القناة لو لسه ما اشتركتوش. ولو تعرفوا حد مهتم بالتصوير السينمائي تقدروا ان انتوا تشيروا الفيديو ده معي.